السلام عليكم. بالنسبه للاقصاء ديال الرجاء، اولا هي حققت شي نتائج اللي ما قدروش الفرق الاخرى يحققوها، بحال بركان ولا حسنية ديال اكادير. هي انتصرت خارج الميدان، وهكا الرجاء كتبين انها كتقدر تنتصر خارج الميدان. البدايه ديالها كانت متواضعه، ولكن تدريجيا بدات كترفع في المستوى، وكنت اسفوا للاقصاء ديال الرجاء رغم انها انتصرت بحصه كبيره، حصه عريضه خارج الميدان. وهذه هي الرجل اللي كنعرفوا الانسان. ان شاء الله من بعد الرجاء غادي تستمر في التالق، ونتمنوا لها ان شاء الله تعوض في مسابقات قاريه اخرى ان شاء الله. بالنسبه للاقصاء ديال الرجاء ما كانش متوقع، وبالنسبه للرجاء يعني غني عن التعريف، يعني فارق في المستوى ويمكن توقع منه اي حاجه، وكنتمنى له مسيره موفقه. انا قلت لك كما قلت لك مؤخرا، قلت لك الرجاء تقدر تتوقع منه اي حاجه، راه فريق اسم على مسمى، وانا تطواني وكنعشق الحمراء، بالحق الرجاء كنموت عليها. وتحيه من هذا المنبر هذا لكاع الرجاويين، وتحيه للفرقه الرجاويه، وكنقول لهم استمروا استمروا، من جد وجد ومن زرع حصد. ماشي مفاجئ، ولكن ضيعوا مي جات فرص بيدو، ما بقاش ينتظروا المباراه الاخرى. كان مصير بيدو، جات مباراه ما استغلوهاش، وديال انتصر ولكن ما كانش ينتظر، ديما كان يلعبوا مباراه ما يضيعوهم فرص، ما بقاش يتسنى. حنا ديما تنبقاو ننتظروا بهذه القضيه ديال تنجو مباراه بيدو، وحتى نبقى ننتظر. السلام عليكم. اقصاء ديال فريق الرجاء البيضاوي من كاس الكاف، اقصاء ما يعني ما تقبلناش، واخا حنا وداديين. فريق الرجاء البيضاوي كيمثل المغرب، وفريق الرجاء البيضاوي من الانديه الكبيره، ومشى خارج الوطن وانتصر بأربعة الاهداف، وتبين انه القوه ديالو كبيره، والمشاكل فين عنده ما عرفناش. هو فريق دابا الان هو عنده مشاكل، وكاين مشاكل غامضه الجمهور ما عرفهاش، يعني وقت ما بغى يربح تيربح وبحصه ثقيله، ويلي بغى يخسر تيخسر، وديما راجع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.